مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. وهذه الفترة هذه كاين يوم مهم، هو عيد عاشوراء. كاين ثاني يوم 10 سبتمبر، يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية. ثاني كاين يوم عالمي مهم جدا، هذا اليوم العالمي صادف يوم 8 سبتمبر. هذا اليوم العالمي هو اليوم العالمي لمحو الأمية. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتحدث عن سيدنا هارون. هو هارون بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. إذن أحبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية التباهي. نحسبه كامل حتى الثلاثة. إيه هيا كامل، واحد اثنان ثلاثة. واو. عمو يزيد لكم أغنية جميلة نقول فيها: قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم. نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. وثم يا أحبائي، إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم هنا في هذا البرنامج، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، ولا عبر لابليكاسيون تطبيق عمو يزيد. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد. عمو يزيد.